النهاردة ضفنا نجم صاعد جديد شفناه زمان في مسلسل الدالي مع الفنان الراحل الكبير طبعا نور الشريف، وكان هو تقريبا محور أحداث مهم جدا في المسلسل، وخطفوا المسرح عشان يكمل فيه مشواره، ومع عودته للتلفزيون أصبح كمان محور إعجاب كل متابعي الحشاشين. فنان محمد يوسف اللي كل الوطن العربي بيتكلم عنه دلوقتي بعد ما جسد شخصية مثيرة ومليانة تفاصيل صهبان البلان في الحشاشين، صاحب الشخصية الشيقة والمميزة، فيلسوف البسيط اللي بيحول كلام عمر الخيام المثقف العميق لحكمة شعبية أكثر عمقاً وتأثيراً. كل سنة وأنت طيب يا محمد، ومنورنا في حصاد الدراما. بنورك يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل متابعين إكسترا نيوز. وانت بخير، والف مبروك طبعا على نجاح العمل ونجاحك كمان بشخصيه صهبان البلان والصدى اللي انت عامله عند الجمهور. واضح ان الشخصيه متعوب عليها قوي يا محمد، يعني عرفنا انك رحت لحمام شعبي عشان تبدا تتدرب على الشخصيه. حمام عوكل. طالع صمتك خطير، وكلامك لما بيطلع الجمل اللي انت بتقولها حتى في بساطتها زي ما ساره كانت بتقول بتترجم الكلام اللي بيقوله عمر الخيام بشكل اقرب للجمهور. فقول لنا حضرت ازاي للشخصيه دي وباقي التفاصيل اللي جوه الشخصيه كمان اللي هي الحاجات اللي لفتت النظر. والله يعني في البدايه كده الشخصيه المشكله عندي في حاجه الـ هو لاين، تمام؟ اللاين ده ما فيهوش وسط، يا ينجح يا يفشل، ما فيهوش وسط اللاين ده. زائد ان هو فكره الـ 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 الشعرايه اللي ما بين الاستخفاف والكوميديا اللطيفه او اللي هي معموله عشان تخفف الحده، العمق بتاع المسلسل بالظبط. فطبعا وانا بذاكر الشخصيه هو كل شويه الموضوع نفسه هيبقى عامل ازاي. فقعدت فتره طبعا الاول كان مع دكتور بيتر اختيار الشكل بتاع الشخصيه، انه قال لي انا مهتم جدا بشكل الراجل ده. فانا قعدت طبعا ايه نبعت لبعض صور ناس بشعر ومكات والمشيه واللبس لحد ما فاجئني قال لي انا شايفه اقرع. قلت له ازاي؟ قال لي هنحلق. قال لي عندك مانع؟ انا بحب الجنان. فيلا بينا. طب ليها سبب يعني الحلقه دي ليها سبب، ليها علاقه بشغلانه البلان برضو؟ هي ليها سبب لشغلانه البلان، التعرض بتاع لما انا بعد كده رحت الحمام ده بقول لك لقيت ان الموضوع ان الناس دي الشعر عندها كله خفيف من كتر ما هم عايشين في بخار وسخونه والحاجات دي كلها، فشعرها كلها خفيف، يعني كل الناس النماذج اللي هناك شعرهم خفيف. لكن الشكل الكاركتر نفسه هو لازم كاركتر ان انت تشوفيه فعلا كده، هو زي مش ما احنا تبع شايفين كده على الشاشه. يعني الحلقه طبعا بين تفاصيل بقى الحلقه، وعايز اعرف منك يا محمد كمان، انت قلت لي قبل الهوا ان في حد اسمه حمو كان في حمام عوكل يعني ساعدك شويه او خدت منه شويه تفاصيل كده زي ما موجود كده على البلازما. يعني لما نتفرج كده على البلازما نشوف القصه والشعر والشكل الحلقه نفسها. صحابي هم خدوني على، قلت لهم انا عايز اقدم حمام اللي هو فعلا بقى اشوف اخد منه الخلاصه بالظبط. فروحت حمام في منطقه بولاق ابو العيله اسمه حمام حمام عوكل. ده في واحد شغال اسمه حمو ده ماشي بي 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 في مشيته بطريقته بتعامله مع الزباين، لا حد اللي هو مثير ان هو الواحد يشوف تفاصيله. وفي نفس الوقت الحمام نفسه الـ بيبقى عامل ازاي؟ انت عايز تاخد من روح المكان بالظبط. انا عمال بقى طبعا اللي هو ايه، يعني جايب معايا 3 اصحابي، فكل واحد يجي دوري فقول له خش انت الاول عايز اتفرج، خش انت الاول عايز اتفرج، عايز اشوف الموضوع عامل ازاي، عايز اشوف البلان نفسه بيعمل ايه مع صحابك بالظبط. يعني التجربه من ناحيه البلان مش من ناحيه اللي رايح يعني بالظبط. وهي اصلا اسامي الصناعات القديمه دي، الصناعات القديمه اللي كانت موجوده في مصر زي مثلا السبال، السبال ده اللي هو بتاع الميه اللي هو السقه، تحول بعد كده في عصر من العصور عندنا للسقه. ايوه، لانه اكيد في ناس من اول ظهورك لما كنت بتعرف عمر الخيام عليك لما قلت ان انت بتشتغل بلان او لما كنتوا ماشيين مع بعض وقال لك ان دي شغلانه مهمه اكيد في ناس كتير ما كانتش تعرف فدخلت دورت عليها. طبعا طبعا. فزي ما انت بتقول في شخصيات او في شغلانات معينه ليها اسامي مختلفه. طب خلينا نروح كمان معاك للمشاهد اللي كانت بالنسبه لك
انت بتقدم لنا حاجه كوميدي في وسط سياق، انت جزء من السياق بس مختلف عن السياق ده. المشاهد اللي كانت بالنسبه لك شويه محتاجه مجهود اكبر علشان تطلع الكوميديا دي فيها بشكل زي ما انت قلت ما يكونش في اي اسفاف او استخفاف، ولو في مشاهد كانت بتتكرر كتير بسبب ده. هو بصراحه اختيار الكوميديا نفسها انا عمال كل شويه اقعد مع نفسي، هو ايه اللي ينفع يتقال في العصر ده وما ينفعش يتقال. طبعا اصبت في حاجات او اخطات في حاجات الراي للجمهور، الفكره كلها ان انا بس كنت حذر قوي في النقطه دي ان مش اي نوع كوميدي بيحصل. بمعنى في الكوميديا اللي هي مبنيه، اللي هي المركبه مبنيه على الكاركتر نفسه، فانا عامل كاركتر بطريقه كلام معينه، حتى تلاحظي ان دايما ان الشخص اللي هو تعليمه مش عالي او شخص الكوميديا اللفظيه بالظبط بيبقى الملامح مع الاصطدامه مع شخصيه الخيام ان هو بيحاول يفهم اصلا الكلام العادي، فهو لازم تبقى الملامح شويه بلهاء، اللي هو فكره ان انا متنح اللي هو عامل كده بقى وابتدى. ودي بانت في مشهد مهم جدا لما لما كان عمر الخيام قال لك اعمل عبيط. دي حقيقه. ايوه فساعتها انت بقى برياكشنات وشك، تعبيرات الوش كلها، يعني محمد يوسف بينها لنا بشكل كبير جدا، حركه يعني لما حط ايده على شعره يبين عايز يعني يعمل نفسه عبيط يعني او الشخصيه دي، فدي حقيقه كانت مميزه جدا يا محمد. هم كانوا يتقتلوا لازم يعمل اي حاجه عشان يطلعوا من الموقف ده.